Good morning. Yesterday was Sunday. Today is Monday. Yesterday was Sunday. Today is Monday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. قبل ما نبدأ بحب أحكي لكل الولاد والبنات اللي بعتولي الهومورك تبعهم هداك الأسبوع يوم Monday ويوم Tuesday ويوم Wednesday ويوم Thursday ويوم Friday. في ولاد وبنات كانوا كتير شاطرين وكل يوم كانوا بيحضروا الحصة وبيبعتوا الهومورك، فأنا بحب أقولهم Thank you. اليوم رح نبدأ درس جديد، هو مش كتير جديد بس رح يخلينا نتعود نحكي شوية أكتر بالإنجليزي. هداك الأسبوع last week حكينا إحنا عن my classroom، حكينا عن my classroom عن صفنا، وتعلمنا كتير كلمات زي board, clock, table, chair. بس أجت المس وسألت بنت، طلعوا على وجهها، هي عم بتفكر. المس سألتها سؤال وهي عم بتفكر، عشان هيك في هوني علامة سؤال، عم بتفكر. المس سألتها What's this؟ حطت المس قدامها هاي الصورة وسألتها بالإنجليزي What's this؟ What's this؟ What's this؟ يعني شو هذا؟ وهي عارفة شو هذا بس مش عارفة تحكي بالإنجليزي. بعدين فكرت وتذكرت وكتير انبسطت لما تذكرت. قالت It's a door. It's a door. فإذا لما بدنا نسأل إشي نسأل What's this؟ منحط أصبعنا على إيش بدنا نسأل إيش هو، زي مثلاً أنا بدي أسأل What's this؟ يعني شو هذا؟ وحدا من الصف بيرفع أصبعه وبده يحكي وبتذكر وبكون مبسوط وبيقول It's a door. It's a door. وهلأ إحنا رح نطلع على كتابنا. هاي الصفحة هي من كتابنا، وكتابنا إحنا بالصف، مش بحاجة يكون معنا الكتاب. بنتطلع على الصورة هوني وبنتطلع على my classroom، وفيه احنا زي ما هديك مرة تعلمنا فيه door وفيه picture وفيه cupboard وفيه floor اللي هو الأرض وفيه bin وين منكب الزبالة وفيه table وفيه chair وفيه clock وفي بورد وين التيتشر بتكتب على البورد، وفي كمان عشان نقدر نشوف برا الصف ايش في، في عنا ويندو. وهلا التيتشر، هاي التيتشر رح تسأل كل واحد فيكم What's this؟ وانتو لازم تفكروا وتجاوبوا وتقولوا It's a door. What's this؟ It's a board. What's this? It's a picture. والخزانة اللي هون. What's this? It's a cupboard. والأرض اللي هون. What's this? It's a floor. What's this? It's a bin. What's this? It's a table. What's this? It's a chair. What's this? It's a window. وهلأ أنا بدي كل واحد فيكم، عشان أنتوا صرتوا كتير أشطر من هداك الأسبوع وصرتوا تقدروا تحكوا جمل بالإنجليزي، بدي إياكم كلكم
توطوا الصوت على الآخر وتطلعوا على الصورة وتسألوا بصوت عالي What's this؟ وتحطوا إصبعكم أو إذا بدكم جيبوا قلم وحطوا هيك على الصورة واسألوا What's this؟ بعدين غيروا صوتكم وقولوا It's a clock. بعدين تسألوا What's this؟ بتغيروا صوتكم بتقولوا It's a table. أو إذا بتحبوا تقدروا ماما تسألكم What's this؟ وإنتوا تجاوبوا بس مش بس الكلمة لازم نقول جملة كاملة نقول It's a table. It's a window. وبس تخلصوا بدي اياكم تتدربوا تعملوا لي على كل الصورة الموجودة هوني، وبعد ما تخلصوا اعملوا لي فيديو وانتوا عم تقرأوا عم تسألوا وبعتوا لي اياه. Thank you. See you tomorrow.